عقدت الأمم المتحدة جلسة إحاطة استثنائية بالمقر الرئيسي بنيويورك بهدف إلقاء الضوء على التجربة الرائدة لنظام الممثل المقيم للأمم المتحدة التي تم تطبيقها وتفعيلها في مصر. وسلطت الجلسة الضوء على أنشطة الأمم المتحدة المنفذة في مصر من خلال مختلف الوكالات والبرامج المتخصصة، وهم 26 وكالة أممية متخصصة بالإضافة إلى الوكالات غير المقيمة في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية ووفقا للأولويات الوطنية للتنمية من أجل تعزيز مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. من جانبها عبرت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن سعادتها بالتعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة المصرية وإطلاق إطار الشراكة للفترة 2023-2027، موجهة الشكر للمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية على تيسير عمل منظومة الأمم المتحدة في مصر.